ولنقاش تطورات المشهد الفلسطيني بالتزامن مع الإضراب الشامل ودخوله حيز التنفيذ اليوم، ينضم إلينا عبر الهاتف من الخليل الصحفي الفلسطيني مصعب قفيشة. أهلا بكم سيدي. أهلا بك زميلي. لا يزال الاحتلال الصهيوني يستخدم المدنيين في غزة كورقة ضغط على المقاومة، كيف ترى رد فعل الحاضنة الشعبية للمقاومة في غزة، وهل يمكن أن يغير موقفها شراسة القصف الصهيوني على المدنيين هناك؟ طبعا لا يمكن أن يغير هذه القاعدة الجماهيرية والقاعدة الفلسطينية، كلها تلتف حول المقاومة. هذا ليس العدوان الأول ولن يكون العدوان الأخير. الشعب كله كما رأينا عبر وسائل الإعلام وكما نشاهد وكما نلمس وكما نستمع للشهادات الحية، كلهم يقولون فداء المقاومة وفداء لغزة وفداء للقدس. نحن نرى الآن انتفاضة شعبية حقيقية في جميع أرجاء الوطن بكل مكوناته وأطيافه وفصائله، في الضفة الغربية، في غزة، في الداخل المحتل، نشاهد حالة ثورية حقيقية. كان هناك تنسيق عالي بين فصائل المقاومة واستمرار قصف أهداف حيوية في المدن المحتلة، إلى أي مدى تمثل هذه الضربات وما ينتج عنها من خسائر اقتصادية يساهم في تراجع الاحتلال عن موقفه؟ نعم، هناك تكاتف لقوى المقاومة هذه الجولة وفي الجولة السابقة، لكن نرى خلال هذه الجولة تنسيق عالي من خلال غرفة العمليات المشتركة للمقاومة. ضربات الاحتلال ضربات موجعة، الاحتلال يتكتم على خسائره ويمنع التصوير ويمنع إصدار الشهادات الحية ويمنع إصدار الحصيلة الرسمية. في هذه اللحظة وأنا أتحدث معك، كتائب القسام وسرايا القدس أعلنت قبل قليل أنهما دكا الاحتلال ودكا مستوطنات الاحتلال بحزام ناري من مستوطنات أسدود إلى مستوطنات النقب. هناك العديد من الإصابات. الحصيلة الرسمية التي صدرت عن الاحتلال واعترف بمقتل 2 من جنوده وإصابة 10 آخرين بعد قصف القسام لمواقع العدو بقذائف الهون في أشكون. اليوم كان هنالك إضرابا عاما في الأراضي الفلسطينية بالداخل، ما مدى استجابة الفلسطينيين لدعوة هذا الإضراب وما الرسالة المراد إيصالها منه؟ الاستجابة عالية جدا ولا أبالغ إن قلت 100%. الإضراب العام، الإضراب الفلسطيني يشمل جميع مناطق الحياة ويشمل جميع مناحي الحياة في الضفة الغربية والداخل المحتل وغزة. يعني هناك شلل عام للحياة لدى الاحتلال، هناك الكثير من العمال في الداخل المحتل لم يذهبوا لمصانعهم ولشركاتهم. كما نعلم أن هناك العديد من الفلسطينيين الداخل يعملون في بعض الشركات الإسرائيلية بحكم اضطرار الواقع، ولكنهم هم الآن يشلون الاحتلال من خلال الالتزام بالإضراب. الإضراب في الضفة الغربية هو إضراب ثوري. نحن الآن نشاهد ونلمس اشتعال نقاط المواجهات في كل نقاط التماس مع الاحتلال. بحسب مصادر غربية فإن نتنياهو طلب من واشنطن 2 أو 3 أيام لإنهاء عمليته العسكرية في غزة، هل يستطيع نتنياهو في ظل هذه المقاومة تحقيق أهدافه؟ نتنياهو شخص مأزوم داخليا وخارجيا، لا يستطيع أن يشكل الحكومة ولا يستطيع أن يخرج من الحياة السياسية بكرامة بسبب العديد من القضايا السياسية والفساد التي ترفع له في المحاكم الإسرائيلية. فهو الآن يقوم بتفريغ غضبه في الفلسطينيين والأطفال. هذه الهدنة كما أنت المقاومة لن تكون على حساب لا دماء أطفالنا ولا دماء نسائنا. الهدنة تكون بشروط المقاومة والشروط المعلنة، وهي وقف الاستفزازات في القدس ورفع أيديهم عن حي الشيخ جراح. شكرا جزيلا لك صحفي مصعب قفيشة، حدثنا عبر الهاتف من الخليل.